أخبار اليوم. أنا فرحان اليوم بتكريمي كأفضل فنان شاب صاعد وإن شاء الله يعني أنا طبعا هذه الشكر أقدمه للمحبين اللي تعبوا وسهروا وصوتوا لي، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن الظن، وما نعرف كيف أوصف لك سعادتي وفرحتي. من الميمة أن أنت أفضل مطرب شاب صاعد، دي حاجة قوية في بداية مشوارك الفني؟ طبعا أنا بكوني من شروط الجائزة اللي هي تكون لك عمل في السنة الماضية، وأنا ما كان عندي عمل، لكن في كثافة التصويت من الجمهور وكذا، فيعني صار أنه اضطروا انهم يرشحوني كافضل فنان شاب صاعد، وانا فرحان بالشيء هذا الامانه، وان شاء الله دائما اكون عند حسن الظن وفرحان جدا جدا. بالنسبه للسينما، في حاجه سينما تدخل قريب؟ والله هو في عمل انعرض علي سينما يعني، لكن ما حسيت حالي فيه يعني. انا عايز شخصيه بالضبط. هو طرب حلو، لكن انا ما مانع بالتمثيل، لاني كنت في ستار اكاديمي كان يشمل الغنى والتمثيل وكل حاجة يعني، فلو كان في عرض سينمائي يكون يشبه شخصيتي بالعكس ما أمانع يعني.